السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالبة بسمة كاسر العلي، سأريكم اليوم طريقة المشاركة في ساعة برمجة. أولا سأضغط على تسجيل الدخول، ومن ثم أختار استمر بحساب مايكروسوفت، ومن ثم أختار فهرس الدورة التدريبية، وأنزل إلى ساعة برمجة وأختار ماينكرافت، ومن ثم أختار مغامر في ماينكرافت، أضغط على ابدأ، أختار الشخصية، ومن ثم ستفتح لي واجهة البرمجة، وهناك 14 مرحلة. عندما أنهي 14 مرحلة أضغط على انتهيت، ومن ثم ستظهر لي الشهادة. أقوم بتسجيل اسمي، أضغط على تسجيل، وسيظهر اسمي في هذه الشهادة هنا، بإمكاني حفظها وإرسالها إلى المعلمة. وهذا كان شرحي في طريقة المشاركة في ساعة برمجة، أتمنى أنكم استفدتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.